ساوث بروم بجنوب أفريقيا تحضيرا لأول لقاء له في كأس العالم أمام المنتخب السلوفيني. وقد بدأ المنتخب الجزائري بهذا التدريب مرحلة التأقلم مع المناخ في جنوب أفريقيا في وقت يؤكد فيه لاعبوه أن أمامهم فرصة للتأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة الثالثة التي تضمهم إلى جانب إنجلترا وسلوفينيا والولايات المتحدة. نريد التأهل إلى الدور الثاني، وتحقيقنا لهذا الأمر يعتبر شيئا جيدا. في مجموعتنا هناك إنجلترا وهو المنتخب الأفضل ومن أبرز المرشحين لإحراز اللقب، والمنتخب الأمريكي الذي يملك خبرة واسعة، وسلوفينيا وهو منتخب جديد مثلنا ولديه لاعبون بمستوى جيد. المباراة الأولى حاسمة، وسنعرف من خلالها إذا كنا سنتأهل إلى الدور الثاني. نحن في مجموعة جيدة، نأمل أن نكون جيدين في كأس العالم، وفي مواجهتنا فريق قوي جدا هو إنجلترا. أجرى بريباري والماتش غير بالعقل. المباراة الأولى هي الأهم على كل حال، كما يقول لك واحد كي تبدا مليح ترفد لك المعنويات، ليكيب تكون بلوس سوليدار، يكون عندك بلوس لونفي باش تروح لقدام، وإن شاء الله يكون فيها خير بإذن الله. هذا وسيكون النجم الدول الفرنسية السابق